للامام، لكن ابعاد ممتاز من جانب ماسكيرانو. كرة تلعب في المكان السليم وهذه خطيرة، وحالة انفراد وفرصة هدف. جول جول! سواريز يبدأ الديربي. برشلونة يسجل أولا في الديربي، لكن لعبة هدف منذ البداية الأولى، لعبة هدف منذ البداية الأولى، بل منذ اللمسة الأولى. هنا انتهت الأمور، خلاص وصلت للرسام، صنع الكرة بهذه الصورة وتقدم سواريز. لم يستخدم القوة، استخدم الذكاء، وضع الكرة بالفعل في زاوية معاكسة لحارس المرمى وسجل بهذه الصورة. لكن لمسة الرسام تعطي برشلونة الهدف الأول في هذه المباراة. ما نشاهده، ما شاهدناه في 18 دقيقة الماضية شيء من برشلونة، ليس كل برشلونة، شيء من برشلونة. نعم، يأتي الآن إلى أنيستا، يسقط أرضا، لكن نيوتن لا زال. برشلونة في هذا الهدف ما سجل هدف، وإنما راقص موتاه. هدف جميل، هدف للذاكرة، هدف يعاد مرات ومرات. برشلونة يتقدم بهدف ثاني بالفعل، لكن الهدف كل الهدف نشوفه من البداية الأولى، من البداية الأولى يا ميسي. نبغي نشوف الهدف من هنا، من هنا. سقط نيوتن لكن ما سقطت الكرة، وصلت إلى ميسي، راقص قتلاه وراقص موتاه وتقدم، وكانت المتابعة، وكان الهدف الثاني لبرشلونة. يتقدم بالفعل، شيء من برشلونة يعود. لكن لاحظ هذا الكبير، هذا الأسطورة الذي راقص لاعب فريق نادي إسبانيول كما يراقص القاتل قتلى. تقدم وسدد، وكانت المتابعة من سواريز الذي سجل هدفا ثانيا. برشلونة الآن يتقدم بهدفين، وبالتالي صارت الأمور بالفعل إلى هدفين نظيفين في هذا الديربي الكبير. الله 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 الله، شيء كبير ما يحدث في الكامب نو في الشوط الثاني، شيء كبير، شيء جميل. هو حتى كيكي فلوريس مستمتع. اي والله كيكي فلوريس مدرب اسبانيول مستمتع، لان ما يحدث في الشوط الثاني في الدقائق الماضيه شيء كبير وجميل ومثير. ولاحظ المرور الجميل، وصلت الى ميسي، راقص قتلاه مره اخرى، وكانت التسديده من جوردي ألبا. شوف المرور والتقدم للامام، والهدف الثالث الذي بالفعل يعود برشلونه بصوره كبيره بالفعل. ولاحظ هنا الكبير الذي واصل مره اخرى. يا جماعه، احد منكم شاهد قاتل يراقص قتلاه؟ هذا ما فعله ميسي في الهدف الثاني، وهذا ما فعله ميسي بعد ذلك في الهدف الثالث. لاعب خطير بالفعل، ياتي بكره جميله، لا زالت خطيره. هذه فرصه لهدف. جول جول! اول يسجل، هدف يسجل من قلب الدفاع. بالمناسبه هذا قلب الدفاع المتقدم، ديفيد لوبيز، نعم، وكانه مهاجم، وكانه قلب هجوم. هذه مو بحطه مدافع اطلاقا، هذه مو بركلة مدافع، هذه مهاجم من طيرة الكبار، لكنه سجل بطريقة كبيرة جدا. نعم، قلب الدفاع ديفيد لوبيز يأتي ويسجل بذكاء كبير ويقلص الفارق الآن.
ما أوعدكم بالبطولات ولكن أوعدكم بفريق تفخرون به. وهذا اللاعب الآن، هذه محاولة كرة جميلة، لابد وأن يسجل ميسي صانع الفرح في المباراة، لابد وأن يفرح بهذا. ميسي يكمل الليلة البرشلونية، ميسي يسعد الآلاف في الكامب نو، ويتقدم برشلونة بأربعة أهداف لهدف واحد، وقد زار الشباك المفضلة من الشباك المفضلة بالنسبة له. الكرة بدأت عزيزي المشاهد بهذه الصورة للأمام، انطلقت وصلت إلى ميسي، خذوا هذا في غاية الروعة بينه وبين سواريز، وبعد ذلك بقية القصة وبقية اللوحة واضحة للعيان بهذه الصورة. اللمسة كافية والهدف الرابع والمباراة الأفضل والمباراة الأجمل لبرشلونة. عندما انطلق كل من في الملعب كان واقفا عزيزي المشاهد، لأنهم يعلمون كل العلم بأن الخطر قادم وبأن الهدف الرابع في الطريق للوصول إلى الشباك هي مسألة ثواني ليس إلا. نعم، وكانت الهدية من سواريز الذي رد الهدية بأفضل منها، وصارت الآن أربعة أهداف كاملة مكملة في ديربي مثير، ديربي جميل، ديربي بالفعل عاد فيه برشلونة